احنا العقليات ديالنا متكلسة، لانه المدرسة ما خصهاش تعلمنا غير المعارف، خصنا القيم. راه تكلمتيو على القيم وانا متفقة. اليوم حنايا كنعرفوا واحد الانهيار ديال المنظومة ديال القيم، ولا الانسان نجح هو اللي عنده الفلوس واخا يجيبهم حتى المخدرات، اما الاستاذ ومثقف ما بقات عنده قيمة. انا تنشكركم وتتذكروا هذا الاستاذ العظيم وتتعيطوا له وتيجي وتتكلم لانه مناضل واستاذ وكذا. يعني كيف يعقل اننا نسمحوا بمجتمعاتنا تمشي في هذا الاتجاه هذا ديال هذه العقليات المتكلسه؟ وبالمناسبه راه حنا تنشوفوا العقليات ماشي غير الذكور، دابا كنتكلموا المراه وكذا، لا المراه كذلك. واش تنشوف انا شابات تيساندوا واحد المغني اللي هو متهم بالاغتصاب؟ يعني واش هذا خرج العقل ولا شي حاجه واحده اخرى؟ اشنا هي؟ حنا ما بقيناش كنفكروا، ما كاينش. ولهذا في اطار هذا الشيء المدرسه والقيم، شنو دابا القيمات؟ القيم اللي زرعوا لنا هي الطاعه العمياء. حنا لا، حنا بغينا تحرر الانسان وتحرره بالعلم. البارح تنسمع واحد ليميسيون، انا جايه من طنجه بوحدي، واحد كيقول لها استاذه حنايا الثقافه كتقولوا لنا، ولكن حنا كتقولوا لنا القراءه. حنايا اول ايه نزلت اقرا، علاش هذيك الايه درتوها في الاخر؟ يا كانت هي الاولى، علاش ما تذكروناش باننا خصنا نقراو؟ اقرا راه اقرا واقرائي ولنقرا جميعا باش نخرجوا من براثين الجهل والاميه والتبعيه والتخلف اللي حنا مازال تنعيشوه. ولهذا حنا عايشين في مغرب التناقضات الكبرى. كنلقى واحد البنيته سميتها مريم شديد اليوم عالمه في الفلك، وكنلقى يعني واحد العدد ديال النساء مازال تيحملوا الحطب ومازالين مكرفتين ومازال تيموتوا في الولاده، والاستاذ عطى الارقام. يعني اش هذا المغرب هذا؟ اش هذا المغرب؟ لان فشلنا وعندنا ازمه مركبه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وبيئيه وثقافيه واللي بغيتو، وعندنا كذلك ما فهمناش بان هذا وقتنا ديال النهضه، مازال خايفين مركب الخوف، لانه ثقافه التخويف تيزرعوها لنا